لو الحكاية فيها إن فيديو. فأنا عمل حملات نهارية الشارع المصري عدل النباطي الشارع المصري مرافق الجهادات مرور اشترك مع الإدارة عمل مرور الجيزة الإسلام ضبط المنظمية في الإسلام بزيل حملات معنا لعدل النباطي الشارع باع الجائلين الشغالات اللي عملنا المقاهي كل ده احنا نحاول نعيد إن شاء الله الأمور لطبيعتها كما كانت من قبل. بهاجم البؤر الاجراميه وانا مش عايز اقول برضه مش عندي بؤر الحمد لله في الجيزه بمعنى كلمه بؤر، لكن انا حريص ان ما يبقاش في ظاهره لاي نشاط اجرامي زي تجاره مخدرات علنيه تجاره المخدرات بنحاول ما يبقاش في حاجه اسمها علنيه بنهاجمها على طول بحيث ان ما فيش فرصه لحد يشتغل او يتاجر في المخدرات او اي نشاط مخالف وهو مرتاح. عارف ان انا بلاحقه دايما وبجبره دايما مطلوب. عامل حملات ليليه في الاماكن الجنوبيه في جنوب الجيزه اصبيح الصف العياط دي بصفه دائمه يوميه استمرت الحملات دي. انت عارف برضه الاماكن دي متواجد فيها نقدر نقول تجمع لجماعه الاخوان العربيه. بنزل بتنسيق مع الامن الوطني بنعمل حملات يوميه على مدار الاسبوع بالكامل بنهاجم اماكن تواجدهم واماكن اختفائهم ثم بنصرف في الاماكن الجبليه لان المناطق دي بتتسم بالطبيعه الجبليه. تمام. ايوه.